يوميات الثورة بصرنا استقبل بالاستوديو الناشطة السياسية والأستاذة الجامعية حليمة قعقور. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا صباح فيك. الخير. أول شيء بدي هيك سؤال، يعني بعرف أنه بده يستفزك وأنا عبالي بلش منها النقطة، لأنه كتير بحب أسمع مقاربتك للحكومة الجديدة. هل قلعتها الحكومة؟ أول شيء يعني ما فينا نحكم بعد ما بلشت، بس ما فينا نحكم على نموذج من العمل اللي تكرر على مدى تاريخ لبنان وعلى مدى كل سنوات الحكم، انه اعطوها فرصه. كيف ما نعطي فرصه لشيء مجربينه نحن بالاسلوب وبالمضمون وبالاشخاص، تكرر وكان سبب هيدي الازمه، منرجع لنطلع من هيدا الأزمة منكرر نفس الأسلوب، وكأنه في تسخيف لعقولنا، وكأنه في سطحية كتير بالتعاطي مع الأزمة، وسطحية بالتعاطي مع وجع الناس ومع حقوق الناس. نعم. ومع حريات الناس، لأنه ما في حدا يتمتع بحرية إذا حاجاته الأساسية وحقوقه الأساسية منا موجودة، وهلأ نحن صرنا أكتر من حقوقه الأساسية صرنا منا. نعم. موجودة، بعد أكتر عم ننزل. سو هاي القصة عطوها فرصة، مثل ما قالونا لحكومة حسان دياب عطوها فرصة وهجموا علينا، نحن منعرف إنه هو مستشارين وتابعين لأحزاب السلطة اللي سببت بالأزمة. منعرف فاتت بالمحاصصة وفاتت بالتلت المعطل اللي نفس الشيء ليثبت أنه هو الأقوى. السخافة ماجي أنه كلهم يدعوا القوة والتمثيل، أنا أمثل السنة وأنا أمثل المسيحي، وبتلاقيه أسد هو بالتمثيل وبالمحاصصة، بس نقول له مين مسؤول عن أي ملف، عن أي فشل؟ هو ما خصه وأنا ما نقوني، يعني انقلب من أسد لفارة. أنت ما خصك تتخبى ولا تتحمل مسؤولية. نعم. أين تعريف المسؤولية وتعريف القوة؟ يعني صرنا لا، وعم حرام في ناس لأنهم الوعي السياسي تمصوب لبنان، ففي جزء صار فيه بتمشي سرديات السلطة عليه. صحيح. لأنه أنه إيه نحن لا، أنت قوي بتحمل المسؤولية، قوي بالديمقراطية، قوي بالعمل مع الآخر، القوي أنك تحقق المصلحة العامة. هيدي يعني إعادة تعريف القوة بالسياسة ضروري. بقى ما بقى حدا يقول عن حاله كلكم ضعاف وكلكم فاشلين وكلكم ما عم تعرفوا تقدموا المصلحة العامة وكلكم مسؤولين. هيدا النظام اللي بسموه توافقي، اللي طبعا نحن صار توافقي على اللبناني، مش حتى التوافق اللي بندرسه بهولندا وبغير الدول. هيدا النظام كتير مبسوطين فيه، وهني أرباب هالنظام اللي عم بيوحوا للناس، دايما عم يعملوا سرديحوا للناس انه هيدا ما بيتغير وهيدا الواقع اللبناني. ونحن لما بنحكي بضرورة تغيير هيدا النظام وأرباب هذا النظام ورجال هذا النظام بيقولوا انه نحن عم نحلم وطالعين من الواقعيه، هيدا الواقع انتم عملتوه وصنعتوه، وبالتالي التغيير يصنع. صحيح. والوعي السياسي وانتم قادرين ترجعوا تصنعوا، ونحن قادرين نصنعه، بس اكيد مش بنفس الوسائل ولا بنفس الاشخاص. سو عم نقول نحن فينا نصنع وعي مختلف، مش الطائفيه والخوف من الاخر. أنتوا يعني على مدى سنين وسنين ربيتوا الخوف من الآخر والعدو والشيطنة الآخر، وأنتوا عملتوا طمس للوعي السياسي. يعني يطلع أوقات من ناس بخطابات زعماء سياسيين يعني على قد بيسخفوا العقول بيقولوا ما في وعي سياسي، ما أنتوا ما عملتوا وعي سياسي. نعم. ما عززتوا المواطنة، ما أنتوا حتى الوعي الموجود أنتوا مسؤولين عنه. الدكتورة قعقور مشيت، نحن عم نحكي والحكومة قلعت وماشية، وهلأ في عنا اليوم، يعني اليوم في وقفة كتير كتير مهمة بحب أسألك عن هالموضوع، كمان بعد التدخل السافر بالسلطة للسلطة بالقضاء. اليوم القاضي بيطار أمام يعني هيك ما بعرف إذا فيني سميها أمام مفرق طريق، الناس مطلوب منا أنه توقف حده، ما بعرف يعني نحن مش مع القاضي بيطار بالتحديد، أنا اللي عم بقوله نحن مع القضاء طبعاً. اليوم مع القضاء بدها تكون مع القضاء، مع العدالة، مع المطالبة بالحرية بالحقيقة. ما عم نسمي القاضي بيطار لأنه هو شخص، لأن بكرة رح يجي غيره. نفس الشيء نحن عم نقول نحن مع العدالة. شو موقفكم كثوار وكناشطة ثورجية اليوم من هالموقف اللي بده يصير، وشو بتنتظري منه؟ شوف التعامل مع هيدي بيروت، انفجار بيروت اللي جرحنا كلنا، ولحد هلا نزيفنا مفتوح. نعم. يعني صار عندنا اللي ما جرح جسدي اليوم. صح. اللي ما انجرح جسديا هو مجروح بي 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 من جوا، يعني كياننا مجروح، صار هويتنا مجروحه. صحيح. هويتنا كلبنانيين مجروح. تصوري انت مع كل هيدا الحدث اللي صار عالمي، اللي قالوا بعد 5 ايام تطلع النتيجه،
ونحن بنعرف مين اللي تسبب، المنظومة كاملة تسببت بهيدا، بس نحن منا القضاء، نحن نحمل المسؤولية السياسية للجميع. نعم. ولكن المسؤولية القضائية نحن لا نتدخل، القضاء هو المستقل، ندافع عن القضاء المستقل. كيف تعاملوا معه، مع أول قاضي ومع ثاني قاضي ومع الخطابات السياسية؟ أي زعيم طلع عم بيقول له لبيطار كيف يشتغل وعم بهاجم بيطار قبل بعد ما يطلع الحكم، عرف أنه هو متورط وعرف هو ما بده قضاء مستقل. كل حدا طلع وهاجم بيطار، نعم، وبعد عم يستدعي للتحقيق بعد ما طلع القرار. بس طلع القرار إذا شفتوه منه عادل، وإذا شفتوا هيدا القرار منه مستقل، رجعوا روحوا واستأنفوا القرار طبعا وحقكم، واتبعوا إذا بدك المسار لازم، المسلك والمسار القانوني. ولكن صحيح. أنت تجي بخطابك عم بتقول له تستبق وتقول له أنت مسيس، معناتها أنت بدك يتسيسه، معناتها أنت ما بدك قرار مستقل. وقل لي شو البديل إذا أنت بلشنا عم نحقق، بلش عم يستدعي للتحقيق وعم بتقول له مسيس، أنت عم تقتله للتحقيق قبل، ومعناتها قال لي شو البديل؟ نحن بالنسبة لنا بنعرف أنه جزء من القضاء مسيس، ولكن ما في بديل غير القضاء، وبالتالي نحن ما عنا الغاب، ما عنا السلاح، وما عنا الأخذ بالطار، نحن عنا القضاء. وبالتالي لما نطلع نحن بقرار قضاء، لما نشوفه مسيس نرجع نستأنف، نرجع نرفع الوعي السياسي، نحكي الناس، نعملها قضية رأي عام، لأنه هاي الطريقة الوحيدة لتبني القضاء. شو قولك رح بيصير اليوم بهالقضية؟ اليوم الساعة 1 ضروري من شاشتك ماجي، رح أدعي كل الناس اللي قادرين يجوا. معلي بعرف أزمة بنزين، وبعرف صارت النزلة على الأرض كتير صعبة، وصار كتير غالي ننزل على الأرض وندور سياراتنا، بس هيدي قضية مصيرية، في ضحايا مباشرين، وكل لبنان ضحية، بس في ضحايا مباشرين راحوا أختهم وأمهم، وفي بعضهم مجروحين وبعضهم تروماتايزد، مستطلعين من التروما. مسؤوليتنا بدنا نبني دولة، نبلش هيدي القضية. إذا تنزلنا عنا يا ماجي، شو بعد في قضايا؟ شو بعد في قضايا؟ سو مشان هيك اللي صار لزيارة حدا رئيس القضاء الأعلى وزيارته من قبل السياسيين ويرفعوا صوتهم على القضاء، الخطابات السياسية معيب، اللي عملوا المشنوق معيب جدا جدا. روح قدام القضاء، ما حدا بيشوف حاله على القضاء، وما حدا بيتكبر على القضاء، وما حدا بيجي بيصرخ على قاضي. صحيح، أعطي رأيك وقول شو عندك أمام القضاء. نحن كلنا أمام المسلك القانوني، سو نحن رح نفوت، كلنا فوتوا تحت القانون، قانون فوقي وفوقك، ونحن لازم نخاف من القضاء ونسعى لاستقلاليته، ومش نحن نجي نتحدى القضاء. سو طبعا اليوم كثير مهمه ماجي، ولكن اي معركه ما بتخلص بيوم وليله. صحيح. دكتوره حليمه كعكور، حضرتك ناشطه عضو مؤسس بحزب لنا، شو اهميه الاحزاب الجديده؟ النموذج اللي عطانا اياه الاحزاب، اذا نحن انا دارسه سياسه ودارسه قانون، نعم. بقى لما درسنا سياسه وقالوا لنا الاحزاب هي الضروريه باي نظام ديمقراطي، نعم. وضروريه لتاطير الراي العام، وضروريه لرفع وتعزيز المواطنه، قريناهم بهالكتب. وانا من اول سنه ماجي جربت، كنت عم درس علوم سياسيه، قلت له لبي انا بدي فوت بحزب سياسي، قال لي هول الزعران ونحن مخصنا، بتعرفي هول اللي طالعين من حرب وبدهم يبعدوا عن الاحزاب. طبعا شفت كل الاحزاب وحضرت اجتماعاتها واكدت على رايه، بس انا ما بدي كان يفرض رايه علي، وبالتالي كان حلمي نعمل عمل سياسي وحزب سياسي بكل ما للكلمه من معنى. اللي بيصير انه صار عندنا حزب سياسي كلمه عاطله، يعني صار هيك مفهومه، مفهومه شيء عاطل وفساد، مع انه ما بتقوم حياه سياسيه باي بلد من دون الاحزاب. ما فينا، وبالتالي لما بنقول كل احزاب السلطه هي مسؤوله وهي يجب ان تحاسب، ما معناتها نحن ضد مفهوم الأحزاب. نحن يجب، وبعدين مش كمان نضلنا نسب الأحزاب، وهي أحزاب غير ديمقراطية مبنية على شخص واحد. شو فيها كلهم الست الأساسية؟ الأمين العام الحزب هو ذاته لأكثر من 15 سنة أو بيورد، وبالتالي قائمة ما في تداول سلطة بالداخل، وبالتالي تقتل الديمقراطية والمحاسبة. إذا ما قادرة تحاسبي أنت زعيمك داخل الحزب وعملتي زعيم، معناتها ما قادرة تحاسبي بالدولة، منك ديمقراطية بجوا، ما قادرة تنقلي عملية ديمقراطية للي خارج الحزب. سو نحن ما بيكفي نضلنا نسب بهيدي الأحزاب، لازم نعمل تجربتنا، نعمل بديل، نعمل نموذج. نموذج مش بالحكي، بيقولوا لنا بس بنحكي، نحن ما عم نحكي، نحن عم نحكي، عم نعمل، عم نقدم نموذج. بالانتخابات 2018 قدمنا نموذج جديد، 66 مرشح
ما حدا، وانت بعرف لو ما كنت منهم بس كنت من المستقلين اللي ما قال خطاب طائفي، اللي ما حكي خوف على الآخر، قال شو برنامجه، وبالتالي حطينا 30% كوتا. هلأ هالبرنامج هالحزب لنا هو حزب اللي عم نحن بدنا نقدم فيه نموذج مختلف من الأحزاب بالعمل وبالأسلوب السياسي وليس فقط بالكلام. فيك تخبرينا عن البدائل عم بتقدموا لنا؟ طبعا لنا اللي دلوا بقولوا لنا أنه ما أنتم ما نكون واقعيين فلسطين على الواقع اللي بدكم دائما نحكي سنة شيعي. لنا إجا لنترك أحد رد على الخطابات الطائفية وسياسات العنصرية الطائفية المناطقية الذكورية. كله هاي أدوات النظام، بدك تفكفكي أدوات النظام، تحطي بدالة أدوات ديمقراطية. وبالتالي لنا إجا بمفهوم لا نترك أحد، لا نساء ولا رجال ولا شباب ولا مناطق ولا طائفة ولا شيء مبني على الطائفة. بده يعمل سياسة تتجه للجميع، خطاب يتجه لجميع اللبنانيين واللبنانيات، ونحن مؤمنين أنه هيدا الشيء بيمشي بلبنان، وبده بس بده بديل سياسي، بده بديل بالقيادات ومش بالزعماء. لنا كمان رح يقدم قيادات جديدة رح يشتغل عليها وتطلع لوحدها ويغزيها، مش نخاف ونقتلها ونخلي الزعيم الواحد، العكس رح يساعد في كل المناطق والقائد والقيادة والقائد والقائدة معتها مربوطة هيدا الشيء. وبعدين كمان لنا كحزب مسؤول عن التأطير السياسي، الوعي السياسي، وبالتالي في كتير وركشوبس مع شركائنا الجديد اللي عم ينضموا بلنا، رح نعمل كتير وركشوبس ونحكي ونناقش شو يعني اجتماعي ديمقراطي، على شو بيستند الاجتماع الديمقراطي، شو بيحله، لأنه دايما بالثورة قالوا هو ما عندهم بديل، ما عندهم مشروع بديل. أول شيء لأنه ما في ناس، ما عندها كتير جزء من الناس وعي سياسي صدقت انه لا اصلا الثوره مش مطلوبه تعمل لك مشروع كامل متبين بديل، صحيح. الحزب السياسي هو اللي بيقدم لك مشروع بديل. ما اذا نزلت امي على الشارع ما بتسالها، هي جايه عم تقولكم كلكم يعني كلكم مسؤولين انه انا بدي حلول لهي الازمات، عم تعترض، عم ترفض، عم تمارس حقها، بتمارس حقها. وبعد كانت مسؤوله انه تقدم نتقدم مطالب مشتركة وموحدة، وهي اللي عملت ثورة 27 كان عندها مطالب موحدة وخاصة بالنسبة للحكومة المستقلة، بينما من مسؤول يقدم مشروع بديل مبني على فلسفة سياسية واقتصادية هو الأحزاب السياسية. وبالتالي كان دورنا أنه نرجع نقطر، ننتقل من معركة نحن على الأرض وعم نرفض وعنا مطلب، انتقلنا من معركة تانية فيها أكثر نضوج سياسي وأكثر تنظيم سياسي، وهي أحزاب عم تقدم مشروع كامل متكامل بالاقتصاد بالسياسي بحقوق الإنسان بالاجتماع ضمن فلسفة واحدة. عم ننشأ هالفلسفة، مشان صرنا سنة ونص عم نشتغل لنكتب فلسفتنا، لنكتب شو الإطار العام وبالتالي شو المشاريع، ولعملنا دراساتنا. قلتي لي شو البديل، نحن نؤمن بهيدي الفترة انه بدك تأمن الاجتماع الديمقراطي، هو الديمقراطي الاجتماعي بيأمن الحق بيعتمد مش بس على الوالفير، على الوالبينج، على الرفاه الاجتماعي. سو نحن قلنا ضروري بهيدي الفترة الأزمة بالذات بده يكون في تغطية صحية شاملة، بده يكون في تعليم للجميع، وعملنا دراساتنا قديه بتكلف بالارقام. ماجي دلينا 6 أشهر لطلعت هيدي الدراسات، بنعرف قديه بتكلف نوعيه التعليم للمدارس الرسميه، قديه بتكلف للجامعه اللبنانيه، قديه بتكلف بالارقام، ونحن وصلنا بالموازنه ومن وين المصادر. لما بيحكي ببيانه ببيانه الوزاري بيحكي عن التغطيه الصحيه، بس بدي اذكره انه للمئات بال 2011 حكي ببيانه الوزاري عن عن المشروع التغطيه، ولما صار تصويت وزراء صوتوا ضده. نعم هيدي ما ننسى، ورجعت انذكرت نفس المنهجيه، نفس الروح من بيان الوزاري. مش معقول يعني تصوت ضده، يعني بعد شيء لما نحط البرنامج الوطني لدعم الاسر هو حطه بال 2011 كمان ما تطبق، وكمان هلا قال البطاقه التمويليه ما بترتبط على اللي عمله قبل. ما يكون نحن ذاكرتنا قصيرة وما حدا يجي بالمشاعر ياخدنا، ومش مضطرين دائما نختار بين السيء والأسوأ. صار وقت نبدي بديلنا الجيد مع كفاءات، مع مشروع، وفي كتير كفاءات ماجي، وأنا بعرف طبعاً أنه أنت بتعرفي مظبوط وشايفة حواليك قد في كفاءات من شباب تحت 30 سنة، نعم، قد في نساء كفؤات. مش ما بكفي الكفوء، بدنا المشروع والكفوء واللي عنده إرادة، بدا إرادة صلبة هيدي المرحلة. الدكتورة كعكور، برأيك هل تنظيم الثورة جي ضمن أحزاب، حزب أو حزبين على في أكثر طبعا، هل رح يعطي تقدم نقطة بلس للثورة؟
انا برايي هيدا لازم بالنسبه لوعي الناس، غير انه انا حلمي على الصعيد الخاص انه اشتغل بحزب مع مشروع ويكون العمل السياسي يتناسب ومتصالح مع المبادئ اللي حطيناها، ما نحكي شيء ونقول شيء عكسه. ولكن هيدي ضرورية بهيدي المرحلة التغيير، التغيير هو مستدام sustainable. الاستدامة ما بيضمنها إلا التنظيمات السياسية ومن الأحزاب. فينا ننزل على الطريق ألف مرة ونطلع، ما في استدامة. صحيح. الاستدامة بتضمنها العمل المنظم ضمن الأحزاب. ودائما كانوا عم بيشيطنوا الاختلاف اللي عنا، بيقولوا هو مختلفين. لا، نحن عنا اختلاف ونحن بالعكس نعتز بهالاختلاف. في عندك سوري، عندك يساري، عندك يمين. صحيح. بالثورة في نحن سنتر، نحن سنتر ليفت. أنا مني شيوعية وأنا مني يمينية رأسمالية. ليه بدكم تقولوا لي لنتوحد الرؤية مشروع واحد تجبروني أنا أكون شيوعية أو رأسمالية؟ أنا مني، بس أنا أحترمهم اثنيناتهم وأحترم المشاريع اللي تتقدم، بس أنا عندي نظرة. فينا سوا نعمل بدنا نعمله، فينا سوا طبعا ونبني أرضية مشتركة سوا كعلى أساس تحالف ونقدم. دونك شيطنة الآخر اللي هي دايما عودونا عليها، إذا أنت مختلف أنت في شيطنة، لا، نحن قلنا تعال ننظم هذا الاختلاف. بالثورة صار في مرحلة متقدمة من النضج السياسي تنظيم هذا الاختلاف ضمن تنظيمات، صرت أعرف على شو عم اختلف أنا والحزب الثاني الموجود. أنا برنامجي عم بيقول هيك بالنسبة للتربية والتعليم، فرجيني انت برنامجك كيف، بيقول لي لا انا ما بدي ادفع هالقد انا بولا، صرت اعرف. وبالتالي اذا بدي ابني برنامج مشترك لاي تحالف صرت بعرف على اي اساس بدي ابني البرنامج. صحيح. وين النقاط المشتركه وين النقاط المشتركه اختلاف. ايه. فعلا. واللي قلتيه دكتوره كعكور هيدا يعني هو الشارع للمطلب، للرفض للمطالب بالحقوق، بس الحزب هو للتنظيم السياسي، للعمل المشروع السياسي البديل. للمشروع البديل والنموذج. كيف رح يتقدم حزب لنا، كيف رح يقدم مشروعه بالانتخابات الجاية؟ أول شيء نحن بلشنا نحط السايت أنه تشوفوا شو مبادئ لنا، وعم نحط أفيغ عميزيغ شوي شوي، عم نحط كل الوراق السياسية والاقتصادية، المشروع الاقتصادي، المشروع السياسي. بتمنى ما تحكموا لأنه بتحبوا حليمة تفوتوا على الحزب، لا، فوتوا على أساس المشروع، لأنه إذا حليمة أجت في وقت من الأوقات ضد المشروع قولوا لها حليمة برا. دائما حطوا طبعا الشخص اللي منوثق فيه الثقة بالأشخاص هي كتير ضرورية، ولكن الثقة بالمشروع هي ضرورية أكتر، لأنه الشخص بيجي دوره ليحمل المشروع. شوفوا المشاريع، نحن رح نخوض المعركة الانتخابية، ولكن على أساس مشروعنا الموجود، على أساس برنامجنا، رح نسعى أنه ينحط بالبرنامج واضح. الأساس العمل السياسي هو الشفافية والتواصل. نعم. بدنا نكون شفافين بمواقعنا وبمواقفنا من كل الملفات، وبرنامجنا هيدا هو رح يكون طريقتنا للشفافية. وعم نقول له نحن هيدا 1 2 3 بكل ملفات السياسية والاقتصادية وحتى العلاقات الخارجية. إذا بتنتبه ما كتير عم نحكي كنا بالثورة عن العلاقات الخارجية، لأنه كنا منقول ما في علاقات خارجية سوية بلا علاقات داخلية سوية طبعاً. ونظام داخلي سوي جوا. سو كنا عم نشتغل على أعمدة النظام الداخلي وبناء دولة حديثة عن جد لتقدر هالدولة تحكي مع الخارج. بعدين تحكي مع الخارج وعلى أي أساس. ما بدنا حدا يخدنا على الشرق وعلى الغرب، ما بدنا حزب ياخذنا شرق وغرب، بدنا الدولة هي تقرر. صحيح. يعني خلي الحكومة هي تقرر على مصلحة لبنان. نعم. خلي مصلحة لبنان هي الأساس لنقرر بمشروع ناخده مع الغرب، مشروع ناخده مع الشرق. ما عندنا مشكل، بالعكس 100%. نحن لا نشيطن لا محيطنا العربي ولا محيطنا اللي برات العربي. نحن مصلحتنا هي المقدسة، مصلحة كل اللبنانيين. وأي ملف بيجي بده يخدم شيعة أو سنة أو يخدم بس مسيحية مرفوض. أي ملف ما نعمله بعلاقاتنا الخارجية بده يخدم ويحقق مصالح كل اللبنانيين واللبنانيات على حد سواء، ويقدم بمشروع كمان إنماء متوازن، لأنه في عدالة مش بس مساواة، وهذا اللي بنسعى له. فعلا. دكتورة حليمة كعكور الناشطة السياسية والأستاذة الجامعية الصديقة، شكرا لحضورك اليوم. بدي أعتز بصداقتك وببرنامجك ماجي. شكرا حليمة. شكرا. وبشكرك كتير. ويلا بنلتقى سوا على الوحدة قدام العدلية، بندعي نرجع كل الناس حتى نوقف موقف صارم مع العدالة. شكرا.